الوزن. دايما احنا بنسال على نفس الوزن ازاي؟ هنقول ان شاء الله النهارده عند الميونات عندك كلمه سالم على وزنها اقول ايه؟ عالم غانم حالم او نائم. بطه على وزن بطه اقول مثلا هنا ايه؟ قطه حصه خطه. يبقى انا دلوقتي جبت كل الكلمات اللي على نفس الوزن. لازم تقول عدد الحروف والنهايه تكون زي بعض. بلاد على وزنها يلا مع بعض عباد جماد عماد، كل ده ينفع على نفس الوزن. مصر، مصر على وزنها ايه؟ عندك كلمه قصر ونصر وعندك كلمه عصر، وكمان في كلمات كتير ناخدها على نفس الوزن. يتعلم ممكن اقول على وزنها يتكلم يتسلم يتألم، يبقى كل ده على نفس الوزن. كتاب ممكن اقول ايه على وزن كتاب؟ عندك في كتاب عندك ايه؟ عتاب وعندك غراب. ممكن اقول ايه برضو؟ ممكن اقول رحاب، رحاب على نفس الوزن. قال على وزن قال، مال ونال وسال، دول كلهم على نفس الوزن. اشجار على وزنها اقول ايه ميس؟ انهار ازهار اسرار. انسان على وزن انسان، بستان فستان احسان. نهر على وزن نهر ممكن اقول له ايه؟ نهر على وزنها شهر او قهر او دهر، كله على نفس الوزن. عندي اصحاب ممكن اقول هنا ايه؟ القاب احباب. ايه تاني على نفس الوزن؟ القاب ممكن اقول هنا ايه؟ اطناب. هنا كل شبكه المفردات عندي كلمه اصحاب. انا افكر يا ميس ايه اللي على وزن اصحاب؟ عندي في كلمه اصحاب، اصحابي دول فين؟ مدرسه. يبقى اصحابي فين؟ مدرسه. فين؟ نادي. ممكن اقول ايه تاني؟ مذاكره لعب. كل دول مرتبط بايه؟ اصحابي. الاصحاب اصحاب في المدرسه، في اللعب، في المذاكره، وايه؟ وفي النادي. عندي كلمه كتاب، ايه مرتبط عندي يا ميس وفاء بكلمه كتاب؟ الكتاب في ايه؟ ورق. كلمات، الحاجات المرتبطه بكتاب، عندي ورق، كلمات، حروف. الكتاب قراءة بقى، في الكتاب في ايه؟ قراءة. يبقى هنا الكتاب، وممكن اقول هنا مفيد، نافع، علم. الكتاب فيه علم، فيه دراسة، كل ده مرتبط بكلمة كتاب. واعمله الكتاب ممكن اقول هنا دراسة، تنفع كلمة ايه؟ دراسة. احبابي، احبابي يا ميس، ابي امي أخي أختي معلمي أو معلمتي أصدقائي. مش كل ده مرتبط بكلمة أحبابي. عندي كلمة إيه؟ أقاربي. كل ده مرتبط عندي بكلمة إيه؟ أحبابي. القراءة، القراءة عندي يا ميس إما قراءة كتاب أو كتاب قراءة قصة أو كتابة إيه؟ أو مجلة، أو أقول إن القراءة إيه؟ مفيدة أو نافعة، كل ده مرتبط عندي بالقراءة. يا رب إن شاء الله تكونوا استفدتوا من التدريب النهارده، الحاجات اللي أنتوا بتسألوا عليها على طول يا سنة أولى.